تطرق الى موضوع قرار المحكمه الاتحاديه ما يتعلق بتخصيصات الاقليم وايضا مناقشه الجداول التي يفترض ان تصل الى مجلس النواب قبل نهايه هذا العام. كثير من المواضيع في الواقع التي تم طرحها في هذا الاجتماع وخرجنا بنتائج طيبه ومثمره ان شاء الله. قضيه رواتب توطين رواتب اقليم كردستان، كيف كان هناك التعاطي حول هذا الموضوع؟ في الواقع موضوع تمويل رواتب الاقليم بموجب قرار المحكمه الاتحاديه سوف يكون ضمن المسار التالي. ما يتعلق بتمويل رواتب الاقليم للشهر الثاني الشهر الحالي سوف يتم عن طريق القوائم التي ترفع من قبل حكومه الاقليم وتصرف وفق هذا الاساس بعد ما ياخذ موافقه المحكمه الاتحاديه. اما ما يتعلق بالاشهر القادمه فسوف يكون هناك الزام بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايه الاجتماعيه، وبموجب هذا التوطين تمول جميع مستحقات الموظفين جميعا وضمن سقف التخصيص اللي هي ما يجاوز 12.67%. ما ينسب بالقرارات المحكمه الاتحاديه، شلون ينفذ القرار؟ كيف شلون؟ اذا حكومه الاقليم ما يلزم بالقرارات المحكمه الاتحاديه، شلون ينفذ القرار؟ يعني في الواقع قد يعني ما اعرف، هو قرار الاقليم يفترض ان يكون موحد، ولكن اليوم احنا امام مساله انسانيه وقد تتعامد الحكومه حقيقه وفق معطيات معينه ومحدده وفق كل محافظه وكل يعني الموضوع المساحه او الموضوع متاح لجميع الموظفين بالتوطين، وكل المؤسسات العامله في الاقليم يجب ان حذو الحكومه الاتحاديه ومؤسساتها في توطين الرواتب، بالتالي قد تكون هناك مؤسسات تعمل مباشره على توطين الرواتب، بالتالي يكون التمويل وفق ما تم توطينه في المصارف. يعني يفترض الجداول في الواقع سوف يتم يعني تمويل الاستحقاقات الماليه للموظفين حال وصول القوائم من قبل حكومه الاقليم. اما يتعلق بالتوطين فالتوطين في الواقع يفترض كل مؤسسه في مؤسسات الاقليم ان تعمل وتباشر بعمليه التوطين حتى يتم تمويل الموظفين وموظفيها وضمن المصارف الحكوميه وتفتح حسابات لدى حكومه الاقليم. بما يخص الموازنه مال 2024 الشهر الثاني بانتظار القوائم التي ترسلها حكومه الاقليم الى الحكومه الاتحاديه وزاره الماليه. استاذ عطوان، المصارف الاتحاديه ما موجوده بالاقليم، يعني كيف في الواقع هو المبالغ حقيقه توضع في هذه المصارف، والمصارف اكيد لها منافذ تمويل حال اليوم الموظف ما يروح يستلم راتبه من المصرف، وانما هناك منافذ تمويل وفق الماستر كارد يستلم راتبه من اي منفذ في الاقليم. بس هاي يحتاج وقت يعني كلش يعني متى يعني شهر اتصور يكون كلش كافي، لانه على اعتبار يعني المنافذ اللي موجوده في الاقليم عددها كبير وممكن المباشره بالتوطين كمصارف حكوميه مباشره. مصرف رشيد رافدين ما موجودين يعني بالاقليم، شلون المبالغ تودع في المصارف الحكوميه والتمويل يكون من طريق المنافذ اللي موجوده في الاقليم. استاذ عطوان، هل تم الاستعلام حول تاخر تمويل رواتب الموظفين؟ خصوصا هذا الموضوع كانت فيه ضبابيه وتضارب بالتصريحات حتى من داخل اللجنه الماليه. في الواقع يعني اليوم تم طرح هذا الموضوع، فقط هذا الشهر صار بتلكو، الشهر القادم في الواقع راح يكون بطريقة سلسة وسهلة. كانت تنتظر وزارة المالية تصحيح الجداول وتعديلها ضمن موازنة 2024، ونحن نتطلع أنه الشهر القادم إن شاء الله سيكون هذه الجداول وصلت ويتم المباشرة بتمويل التخصيصات المالية ما يتعلق بالتشغيلية والمشاريع الاستثمارية. هناك مشاكل بما يتعلق بالمبالغ المستحقة للمحافظات اللي ما يطلق عليه بالسلف المنجزة، اللي بعض المحافظات وبعض الوزارات تجاوزت التخصيص، وبالتالي لا يمكن تمويل هذه الوزارة وهذه المحافظة إلا بعد ما تصحح المسار وتعيد الموضوع وفق مسار الطبيعي. يفترض هذا يعالج خلال هذا الشهر. شكرا جزيلا.